رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الستات بتلعبها صح. ضيفتنا النهاردة في الستات بتلعبها صح ست قدرت انها تكون ناجحة في بيتها في شغلها وفي حبها للرياضة من صغرها. وقعها في طريق وقعها حبها في الرياضه ده وقعها في حب لاعب كوره بنادي الاهلي. مع الوقت قدرت انها تكون واحده من ابرز الاعلاميات الرياضيات على الساحه دلوقتي. منورانا النهارده المذيعه الجميله مها الصنباطي زوجة الكابتن الكبير هشام حنفي لاعب النادي الاهلي السابق. هنتكلم معاها عن حياتها ومشوارها. اهلا بيك يا مها. اهلا بيك يا هند، واهلا بيك يا اميره، واكيد مبسوطه ان انا موجوده معاكم في قناه النادي الاهلي. انت منورانا منورانا بجد، ده نوركو. عايزين مبروك على البرنامج. الله يبارك. ما عايزين نتكلم انت من البدايه، بس كده ناخد حته سريعه. كاس العالم، انت متابعه كاس العالم؟ اكيد. في حد مش متابع كاس العالم يا هند؟ احنا كلنا متابعين كاس العالم. رايك ايه في اداء المغرب لحد دلوقتي؟ طبعا بدايه كاس العالم، عايزه بس اقول فيه نقطه غير اداء المغرب. طبعا الف مبروك لفريق المغرب صعوده للدور النصف النهائي، وان شاء الله يا رب. خلاص يعني احنا سقف طموحنا زاد ان هو بقى ياخد كاس العالم. هو في احنا عايزين خلاص الكاس، ومفيش سقف طموح بقى بعد كل ده ان شاء الله. اكيد هم قادرين. كاس العالم النسخه دي مميزه جدا ومختلفه عن اي كاس عالم او اي نسخ فاتت، غير اللعب والفرق والاداء والمتعه طبعا اللي احنا بنتفرج عليها من الفرق. في رسائل الحقيقه موجهه من كاس العالم ده. النسخه دي 2022 مختلفه تماما عن اي نسخه كاس عالم فاتت. الرسائل الايجابيه من اول يعني حفل الافتتاح، ظهور الشاب القطري الجميل مع مورجان فريمان، بدايه الحفل الافتتاح بايه قرانيه بتدل، يعني اختاروا حتى اختيار الايه كانت صح، ان هي بتدل على قد ايه احنا ايه بتخاطب الناس بمختلف دياناتهم وجنسياتهم. صحيح. واعراقهم يعني. ففي رسائل ايجابيه بقى، غير الترندات اللي طلعت من الشاب القطري اللي اخذ مشجع الارجنتيني عشان ما كانش معاه فلوس يكمل البطوله، لكذا ترند بصراحه. قد ايه احنا كدول عربيه عندنا رساله ان احنا اولا قادرين ان احنا ننظم بطوله كبيره بحجم كاس العالم، قادرين ان احنا نستوعب اعداد المشجعين اللي وصلت على الدول العربيه، وقادرين برضو ان احنا ننشر ثقافتنا وتاريخنا عبر العالم كله. فعلا قدرنا فعلا نوصل الرساله مظبوط. ورسائل ثانيه زي ما انت بتقولي، يمكن مثلا من اهمها ان مفيش مستحيل، اسمها مستحيل. صح. المستحيل هنا يعني. صح. انا بحط في دماغي ان انا مش هقدر اكسب فانا ده، لكن لو غيرت الفكر بتاعي هقدر اعمل اي حاجه. حقيقي. من الرسائل المهمه جدا. حقيقي. فعلا اللي وصلت. بالنسبه لمنتخب المغرب طبعا، يعني الحقيقه هو منتخب يدرس لينا كلنا يعني. حقيقة. كدول عربيه. حقيقة. اول حاجه طبعا، اول يعني في الاول احنا هنينا المغرب، الفريق اللي صعد اول فريق عربي يصعد للكورتر فاينل، وبعد كده هنينا المغرب اول فريق يصعد للسيمي فاينل. طيب الناس دي المجهود اللي احنا شايفينه ده مش حاجه ولدت اللحظه. صحيح. ده تخطيط من 4 سنين، احنا عايزين نوصل لكاس العالم. وصلنا لكاس العالم، احنا مش داخلين بقى البطوله علشان منتخب عربي دخل كاس العالم شكرا مع السلامه من الدور المجموعات. بالظبط. مش هناخد اللقطه بس. بالظبط. لا، ده انا عندي هدف. لعبوا اسبانيا تخطوها، امبارح البرتغال تخطوها. طبعا احنا بنتكلم مع على فرق كل اللعيبه فيها اصلا محترفين في دوريات كبيره، فما همهمش الكلام ده. احنا حاطين هدف، مدرب اكتر من رائع، اخد احسن دفاع على فكره، خط دفاع اصلا من فيفا للسيمي فاينل. فطبعا منتخب منظم عنده هدف يا اميره زي ما انت قلتي، حاطط عينه على حاجه معينه، مش فارق معاه المستحيل، ما يعرفش حاجه اسمها مستحيل، منظم جدا في الخطوط الدفاعيه، وطبعا في الهجمات يعني حدث ولا حرج. حارس المرمى امبارح صادت كام كوره؟ حقيقي. اعتقد يعني ما لا يقل عن 30 جون. حقيقي. لا هو احسن حارس مرمى في اسبانيا، هو واخد احسن حارس مرمى في اسبانيا، واعتقد بعد كاس العالم يعني هياخد جوائز. وفي ناس كتير على فكره، لعيبه كتير جات لها اوريدي عروض احتراف لفرق كبيره. مظبوط. بصي الكلام عن كاس العالم مش هيخلص. اكيد طبعا. يعني هو بصراحه متعه زي ما انت قلتي. غريبه، الواحد بيقعد قدام الماتش مش عايز حد بس كده يعدي. صح. بس خلينا بقى نروح لمها. خلينا نبتدي الاول من كابتن هشام. تعرفتوا على بعض ازاي؟ وقصه الحب بدات من امتى؟ لعيب كوره، كنت قبلها بتحبي الكوره ولا لا؟ يعني احكي لنا بقى القصه من البدايه. هو قبليها انا بحب الكوره من وانا صغيره.
وبشجع طبعا النادي الاهلي. والدي كان بيشجع نادي الاهلي الله يرحمه، فهو اللي حببني في الكوره ده في البدايه. عرفت هشام عن طريق كابتن عمر ربيع ياسين، ابن كابتن ربيع ياسين، هو كان يعني صديق مشترك ما بيننا، وهو شاف حاجه فيا وشاف حاجه في هشام وقرر ان هو يجمعنا مع بعض. عمر بيحب يعمل كده قوي، عايز اقول يعني هو في اي شله بيحب ياخد الدور ده. الدور ده فعلا ونجح الحقيقه، يعني ان هو يخدعني ويخدع، يعني هو يخدعني ان هو يعرفني عليه ويخدعه ان هو يعرف عليا، لو هو ما كانش قايل لنا اصلا ان احنا نتقابل مع بعض. أوكي. لكن قايل له ولا كان قايل لي؟ هو كان عمل خطة. هو كان عنده رؤيه كده ولعبها صح. وعرفنا على بعض والحمد لله، يعني كان لنا نصيب ان احنا نبقى مع بعض الحمد هي. لله. مها زميله اعلاميه طبعا وناجحه جدا في شغلها، دخلتي ازاي مجال الاعلام؟ دخلت ازاي مجال الاعلام؟ انا كنت طول عمري حابه ان انا اكون مذيعه او اعلاميه، وكان نفسي ادخل على فكره كليه اعلام، بس الحقيقه وقتها انا كنت مقيمه في اسكندريه، وكانت مامتي بقى لا او اعلام القاهره، مفيش بنات تروح تعيش لوحدها في القاهره وكده. فخلاص الحلم ده اتشال من دماغي واشتغلت في 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 مجال تاني خالص. انت اصلا خريجه ايه؟ تجاره انجلش. اوكي. واشتغلت في مجال تاني، البانكينج والفاينانشال انستتيوشن، دخلت في قصه تانية وليله تانية خالص. بعد كده قررت ان انا، بصي يا اميره ما اعرفش، هو واضح ان احنا كل ما بنوصل لسن معين بتبتدي لا يعني ستوب بقى، وانا هكمل لغايه امتى في اللي انا فيه ده؟ الحاجه اللي ما بحبهاش. لا هي بصي حتى لا، انت لازم تبقي ساتيسفايد وراضيه بالحاجه، بس مش هو ده الباشن بتاعك بقى. ما هي الباشن بالظبط هو اللي هيخليكي تكملي. صح. طبعا. صح. فقررت لا انا هقول ستوب لغايه هنا، اي ويل كويت، وحنهي كارير الكوربت، كارير اصلا من حياتي كلها ده. قبل ما افكر اصلا في الاعلام، قبل ما تجيلك اي فرص في الاعلام قبل ما تفكري خالص خالص. انا قعدت سنه. ده قرار صعب جدا. وقرار يعني انا مش عارفه انا خدته ازاي لغايه دلوقتي، بس انا كنت بفكر فيه من بقالي سنتين بفكر فيه، وبعدين سالت نفسي سؤال، هل انا بعد 5 سنين، السؤال عارفه بتاع الانترفيو هذا، شايف نفسك فين كمان؟ هل انا كمان 5 سنين هبقى ساتسفايد بالحاجه اللي انا بعملها؟ لا. اوكي لغايه دلوقتي بعملها كويس وناجحه فيها، بس بعد 5 سنين لا، انا مش عايزه ابقى كده، مش عايزه الحياه دي، مش عايزه خلاص يعني. خدت وقتها معايا ومش قادره. في ناس ممكن تكمل فيها عادي، بس انا بالنسبه لي كشخصيتي لا. وخدت قرار وقعدت سنه. عايزه اقول لك قعدت سنه بحاول اعمل بالانس، لان غصب عنك الشغل بيأثر عليكي طبعا، الست خصوصا بيغير طبيعتها شويه. صحيح. ايا إن كان انت بتشتغلي ايه، بيمباكت او بينعكس على طبيعتك الشخصيه. فقعدت سنه كده بحاول ارجع، لا يعني ارجعي بقى خلاص، انسي الكوربريت لايف، انسي التارجت، انسي المنافسه اللي انت كنت فيها. لدرجه ان انا اخدت بالي ان انا كنت مثلا لو ورايا مشوار انا لازم 3 ساعة اجهز، ازاي ما اعرفش. دلوقتي بقى براحتي مفيش حاجه. قعدت اسال نفسي طب ليه انا، ايه التغيير ده؟ تغيير ان انا كنت بشتغل في تارجت ولازم ابقى رقم واحد وبجري وطول الوقت بجري، لكن الحياه اختلفت بصراحه بعد ما قررت ان انا يعني اكويت شغلي واتجه بقى للاعلام. ده بعد السنه من ان انا قعدت مش عايزه اشتغل. قعدتي سنه في البيت؟ مش عايزه اعمل اي حاجه. مش عايزه ولا السنه دي لسه بتشوفي هتعملي ايه؟ لا قعدت سنه مش عايزه اقرر اعمل ايه دلوقتي، وجالي عروض لحاجات ريليتد لشغلي القديم للفيلد بتاعي، بس انا كنت مقرره ان انا خلاص خدت قرار واخدت برج ايه؟ سرطان. سرطان. اوكي. ده نادرا يعني برج السرطان ان هو ياخد القرار ده. الكومفورت زون عنده عالي قوي. طب ليه اخترتي المجال الرياضي تحديدا؟ يعني تمام اشتغلتي في الاعلام، بس ليه اخترتي ان انت تشتغلي في الرياضه؟ اولا انا بحب الرياضه. يعني عشان انا بحب الكوره وبحب اتفرج على الماتشات، ف ككورة لا يعني المجال حلو ان انا اشتغل فيه. بتحبي الكوره ولا هشام حبيبك فيها؟ يعني لسه كنت هقول لك. لا بصي انا بحب الكوره من الاول، بس طبعا هشام حببني فيها. ليه؟ لان انت لما بتتفرجي على مباراه معاكي اصلا لاعب كان نجم، يعني قاعد جنبك بصرف النظر ان هو جوزي، لا انا بتكلم على هشام كلاعب كوره في النادي الاهلي منتخب مصر، فقاعد جنبك نجم، فانت بتشوفي انت عندك الاستوديو التحليلي قاعد على الكنبه في البيت، مش محتاجه تشغلي استوديو تحليلي، فانا ببقى خلاص انا فاهمه التقنيات بقى بتاعه الكوره. انا الاول كنت مشجعه، دلوقتي لا ده مش عارفه الفريق هنا هيلعب تاكتكس وحاجات معينه. وهو كمان كان مدرب وكان مدير يعني فني وكان مدير كوره، فاوريدي كمان انا يعني بستفاد منه، فلا خلاص انا حابه المجال ده وهدخل فيه. وهو بصراحه هشام اللي شجعني برضه عشان اكون صريحه. لسه كنت هسالك السؤال ده، يعني حصل تشجيع دعم ما قالكيش في الاول لا وتشتغلي مذيعه ليه وكده، ما اعترضتش خالص؟ بالعكس ده هو اللي قال لي
قال لي انا شايفك ان انت تشتغلي مذيعه. قلت له بص انا عندي الحلم ده من زمان بس انا لسه مش مقرره دلوقتي هل اشتغل ايه اصلا يعني. انا قال لي لا حاولي تركزي في القصه دي وركزت في القصه دي فعلا وقتها وقت الكورونا وقعدت اخد حاجات كورسز اونلاين عشان كنت عايزه اشوف نفسي الاول يعني مش اللي هو هي يلا انا هبقى مذيعه ولا لا يعني انا عايزه اخد نفسي يعني اخد كورس واعمل فيديوز انا من نفسي واعمل حاجات انا اشوف نفسي شايفه نفسي بعرف اتكلم شايفه نفسي حابه الموضوع ده ولا لا لان انا خلاص وانس ان انا انهي يعني نهيت حياه كارير معين هدخل بقى حياه تانية حباها عندي باشن فيها بالظبط كده. عارفه يا مها اللي انت بتقوليه ده مهم قوي للشباب والبنات الصغيرين اللي هم بيبقوا حابين حاجه بس هو مش متاكد هو شاطر فيها ولا لا. ممكن انا ابقى عايزه اغني بحب الغنى بس انا صوتي وحش ما عنديش المهاره دي اللي ما عملته ان هي اتاكدت الاول بالظبط وانا هعرف اعمل ما هو ده ما هي ما هو انت فعلا لو ما اتاكدتيش وقعدتي شفتي نفسك في فيديو اتنين وتلاته وحبيتي نفسك محدش هيحبك محدش هيقبلك فدي فعلا نقطه مهمه جدا. احنا فقره الستات بتلعبها صح شايفه الست بتلعبها صح ازاي علشان او ايه الخطوات اللي ممكن تعملها عشان تقدر توفق من ما بين بيتها وشغلها؟ اول حاجه الست في شغلها لازم تعمل تيرن اوف لمشاعرها وتعمل تيرن اون لمشاعرها في حياتها الخاصه. لا بمعنى يعني انت في شغل فانت ايا كان شغلك طبيعه شغلك ايه ما ينفعش تتعاملي بمشاعرك. انت لازم تبقي حد بروفيشنال لازم تعرفي تاخدي القرار امتى قرار جريء يعني ناجح امتى. لو انت خدتي قرارات في الشغل بناء على العاطفه صدقيني مش هتوصلك لحاجه قوي يعني انت في شغلك لازم تشغلي عقلك اكتر لان الست بطبيعتها عاطفيه قوي. في البيت الاثنين مش هقول لك قلبك بس قلبك وعقلك يعني ما ينفعش تشتغلي مثلا تشغلي عقلك وانت مع جوزك 100% ممكن يحصل لك حالات انتحار تجنني يعني ممكن يحصل لك حاجه. لازم تبقي بالانس ما بين الاثنين ولازم حاجه مهمه انا اتعلمتها ان شغلك ما ياثرش على حياتك وحياتك ما تاثرش على شغلك. وانس ان انت دخلتي باب الاستوديو وانس ان انت دخلتي باب الشركه اللي انت بتشتغل فيها وات ايفر انت بتشتغلي في ايه شكرا بقى ارمي ورا ظهرك بالظبط. بس احنا مميزين عن الرجاله برضو احنا مالتي تاسك. ايوه على فكره دي مين اللي خلانا نعرف نرمي ورا ظهرك وان تاسك الرجاله وان تاسك. انت ممكن تبقي قاعده في شغلك يا اميره وبتفكري في ولادك اللي في البيت وجوزك مش عارف عنده مشوار ايه الرجاله لا هو في الشغل بيفصل ما يعرفش ما يعرفش فعلا طبيعي بالظبط يا مها. بجد نورتينا جدا وبسطنا جدا معاكي وللاسف خلصت فقرتنا النهارده. نطلع فاصل ونرجع تاني.